صح ابو صالح، انت كان عندك اليوم سالتنا عن التاريخ وما التاريخ، وش ناوي انت تقول؟ يا اخي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا نهنئ المسلمين اجمعين باسم قناه المجد باسم الحضور على ما يسر الله لهم من صالح العمل في هذا الشهر الفضيل الكريم، وعلى ما حصلوا من عظيم الاجر والثواب. واليوم طبعا نحن ندخل في العشر الوسطى من شهر رمضان، فنحمد الله الذي سهل لنا ما تقدم من أيام رمضان وصالح العمل، وغرفنا فيه من الحسنات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. والحقيقة مع التهنئة ندعو أنفسنا والمسلمين مشاهدين الكرام إلى بذل مزيد من الجهد وليس الاسترخاء. رمضان هذا الشهر الذي هو شهر من 12 شهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم استل رمضان من بين 12 شهر هذا وأعطي هذه الميزات سبحان الله التي يعرفها كل المسلمين اليوم. فهذا موسم، الآن موسم، ولا يغيب الجيد والفاهم والفطن والموفق والشاطر، ما يغيب في وقت الموسم يروح محل ثاني. أنت الآن إذا كان موسمك وشغال الآن وهذا موسمي هالشهرين الثلاثة، وجاء واحد قال تعال نتمشى، إيش بتقول له؟ قال له روح عني، هذا وقت موسمي الحين، أنت لو تحبني ما أخذتني بعيد عن موسمي. نحن نقول للمسلمين هذا موسمنا لزيادة الأجر ولتنظيف القلوب والنفوس ولتحصيل ما عند الله بأيسر طريقة، الحسنة بعشر إلى ما لا يعد من الحسنات، وليلة القدر ب83 سنة. الله أكبر. ومن صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم، من قام ليلة القدر كذلك، أيضا من قام إيمان واحتساب غفر له ما تقدم، إلى آخره من مضاعفات الأجور. وقت فاضل، فرصة ننظف النفوس ما فيها من أدران، هذه طبيعة الإنسان، ونملأها ونعبيها بالخير الجديد، ونشحن بطارية الإيمان، هذه نتزود بها في بقية العام إن شاء الله، والفرصة متاحة. فنحن نقول إنه الأيام تجري تركض ركض، نحن الآن دخلنا في هذه العشر، فأنا أدعو الجميع إلى ألا يسترخي بل يزيد العزم إن شاء الله. نسأل الله صالح. جزاك الله خير.